عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 19 من تشرين الأول 2023. صحيفة النهار: بايدن في إسرائيل يتبنى روايتها عن المستشفى المعمداني. الجبهة الثانية تسابق دعوات السفارات إلى الترحيل. تداعيات حرب غزة تصيب السياحة الشتوية وترفع أسعار السلع. صحيفة نداء الوطن: السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا. تظاهرة عوكر انتهت إلى تخريب وتصعيد الجنوب شمل القطاع الأوسط. بايدن يبرئ إسرائيل ويغطي حربها. صحيفة الجمهورية: حزب الله يحذر، ردنا سيكون مدويا. يوم الغضب في عوكر، تباين أمريكي إسرائيلي تحت سقف التحالف. صحيفة اللواء: بايدن يواجه العالم الإسلامي ويدافع عن همجية إسرائيل. إغداق السلاح على دولة الاحتلال وإغراءات مالية أمريكية لتهجير سكان غزة إلى سيناء. لبنان بلا غطاء وحسابات الحرب على الطاولة. صحيفة الأخبار: الخرف ينصح الخائف. المقاومة دخلت الحرب ضمن غرفة عمليات مشتركة. مساعدات مقننة إلى القطاع والغضب الشعبي يتصاعد. صحيفة الديار: العالم يقف على قدم واحدة والساعات المقبلة حاسمة وغزة لن تسقط. جبهة الجنوب ستفتح للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية والجماعة الإسلامية تقصف المواقع الإسرائيلية. كل أمريكا في إسرائيل، السيسي يهدد بالحرب وسلسلة عمليات نوعية للمقاومة. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.